أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم. سلمى إيش هذا الحرف؟ يا. يا. نبدأ من هون. نبدأ من هون صح. رسمنا حرف السين. احنا رسمنا حرف السين. نقدر نرسمه مره ثانيه؟ اه ممكن نرسم. طيب بس نخلص حرف الياء. نرسم حرف الياء. انا احب لون هذا. بتحبي هذا اللون؟ هذا ايش اللون؟ هذا لون اخضر تركواز. وثاني اخضر. وفي ثاني اخضر صح. تنتين اخضر. في اخضر كتير. في اخضر تنتين. في كله كله. وي يا عند المرجوحة. يا عند المرجوحة. هو ايش زي؟ زي ايش؟ مش عارف. مثلنا كم نقطة عند الياء؟ اثنين. نزل نقطة. مين كان كمان عندنا تنتين نقاط؟ قاف. قاف. مين كمان؟ كمان هو؟ مش عارفة. مش عارفة نسيتي. طيب. ايش هذا؟ هسمي عليهم بس تخلصيها ترى. جوجو جاجا جوجو جاجا. زي البيبي. عندك زي البيبي. المهم ايش يعني ايش يحكي تحكي زي البيبي؟ كيف تحكي البيبي؟ احكي جوجو جاجا جوجو جاجا. حرف الياء. حرف الياء. يا مثل يعسوب. يعسوب. يا مثل ياقوت. ياقوت. يا مثل ياسمين. ياسمين. يا مثل يد. يد. ممتاز. حرف الياء. خلصنا. ده سلامة سلامة. يا بلالي يا بلالي.